امرأة بدأت طواف العمرة من باب الكعبة واستمرت بذلك في جميع أشواطها وأتمت العمرة، هل عليها شيء وقد سافرت؟ إذا كانت بدأت الشوط الأول من باب الكعبة فإن طوافها ناقص، يكون طافت 6 أشواط والشوط الأول من باب الكعبة يكون ناقصا فلم يصح طوافها، فعليها أن تأتي وأن تستأنف الطواف من جديد والسعي وتكمل العمرة من جديد.